المشاهدين أهلا ومرحبا في حلقة جديدة من قرآنيات. في سورة البقرة الآية 61 بتقول مما تنبت الأرض من بقلها وفومها. بنشوف إن في كلمات كتير ما احناش عارفين معناها. فبنرحب الأخي مالك. أهلا بك أخت فرحة. أخي مالك أنا عايز أعرف إيه الفوم ده؟ نعم الفوم مرة تانية القرآن ومرات ومرات ثانية وثالثة ورابعة دائما توجد لدينا كلمات نحتار بمعناها، نرجع إلى المفسرين عسى ولعل أن يقدموا لنا إضاءات تساعدنا على فهم ماذا لدينا في هذا النص. إن رجعنا إلى المفسرين نريد أن نعرف أيها المفسرون أنجدونا بموضوع فومها، يعني ماذا تقصدين بموضوع فومها؟ نرى أن الأمر التالي، يقول المفسرون أخت فرحة على الشكل التالي أنه القول الأول أن الفوم هو الحنطة الحنطة نعم أن الفوم هو الحنطة وتدل على الخبز أن ومن بقلها وفومها أن الحنطة، وقال المفسرون أنها تعني الحبوب بأنواعها. هذا رأي أول، الفوم لعله الحنطة الحنطة أو الحبوب كلها بأنواعها. قول آخر موجود بعنوان الثوم الثوم نعم، ويعتمدون في ذلك على قراءة لابن مسعود يقول فيها مما تنبت الأرض من بقلها وثومها أن في قراءة أخرى موجودة الثوم. فإذا لدينا احتمالين، الحنطة أو الثوم. بغض النظر يمكن يكون بعض المسلمين سوف يردون أني وأي إشكالية، الآية تقول بأن في الأرض نبات ما حنطة ما أو ثوم ما، بغض النظر أنها تدل على عظمة الله من خلال إنبات هذا الشيء في الأرض. ولكن صحيح كل شيء هو لله، الحنطة، القمح، البقول، الثوم، بأي شيء. ولكن عندما يختلف المعنى ويختلف المفسرون، فهل الله يريد أن يعطينا رسالة مبهمة؟ هذا هو السؤال. سواء بكل الحالتين ما لا يوجد إشكالية، أراد الله أن يقول ينبت الثوم أو ينبت الحنطة، الأمر سيان. ولكن رسالة الله يجب أن تكون على الأقل واضحة، كون الله هو أفضل من أي محامي يقدم كلمة واضحة دقيقة لا لبس فيها. يعني الموضوع حضرتك كده أخي مالك بتقول من الآخر إن القرآن ليس كتاب بيان. بيان أبدا خالص، حتى في الكلمات البسيطة دي وكأن الإله المدعو يعني إله في القرآن بيعقد الناس، جايب كلمات عشان يعقد بيها الناس. نعم. ويسيبهم يخبطوا على في مهب الريح، ايه الكلمات دي معناها ايه. نعم. بشكرك اخي مالك. أهلا. بشكركم اعزائي المشاهدين. مش مهم يكون حبوب، مش مهم يكون توم، مش مهم يكون بصل، المهم هل الاله يعجز انه يوصل الفكره للناس ببساطه؟ ده الموضوع. شكرا جزيلا، نشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.